وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة. يأتي ذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر. كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومديريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية.